أهلا وسهلا، اسمي كايلر كرانميلر. أنا بشتغل في القنصلية الأمريكية في القدس. أنا بيجي من الولايات المتحدة وولداي ساكنين هلا في مدينة سبرينغفيل يوتا، بس ما كانوا دائما ساكنين في مدينة سبرينغفيل. أنا ولدت في ولاية واشنطن في الغرب، في غرب الولايات المتحدة، ولما أنا كنت صغير نحن انتقلنا إلى ولاية كاليفورنيا، ولاية ايداهو، ولاية ويست فرجينيا، وبنهاية العمر ولاية يوتا. في أمريكا الناس بينتقلوا كثير زي هذا، إذا في شغل في مدينة تانية أو إذا في فرصة في ولاية مختلفة، الناس بينتقلوا إلى المكان وبيبدوا الحياة من جديد. والدي كان طبيب في الجيش، ومن شان شغله نحن انتقلنا كثيرا لما أنا كنت طفل. أمي وأبوي ساكنين هلا في مدينة سبرينغفيل، هي مدينة صغيرة في وسط ولاية يوتا، في شي 30,000 سكان في هذه المدينة، وهي مدينة صغيرة بس هي جنب مدينة كبيرة اسمها سولت ليك سيتي. معروف من شان هناك مقر عام الكنيسة المورمونية، وهنا في القدس في جامعة مورمونية في علاقات بينهم. فأنا درست في القدس قبل سنوات، كنت طالب بالجامعة هنا، وهذا كان خبرة جميلة جدا. هذا كان أول مرة اللي زرت القدس، فمن شان هاي الخبرة أنا بدأت أن أدرس العلاقات الدولية وخصوصا الشرق الأوسط. فمن شان هذا أنا هلا ساكن في القدس وبشتغل في القنصلية الأمريكية. أنا رحت للمدرسة الثانوية في مدينة سبرينغفيل يوتا. كان هناك شي 1,000 طالب في المدرسة. أنا كنت 3 سنوات هناك. أنا درست مواضيع زي اللغويات والموسيقى، وكمان المواضيع العادية زي الإنجليزية، زي العلوم وغيرها. أنا بحب مدينة سبرينغفيل، هي صغيرة بس هي جنب مدينة كبيرة، مدينة سولت ليك. وفي شيء كثير في مدينة سبرينغفيل، هي صغيرة بس في مدينة سولت ليك في كل شيء. ممكن نروح للسينما، ممكن نروح للمسرحية، ممكن نروح نعمل الرياضة. مدينة سبرينغفيل ما عندها شيء كثير. في شيء واحد معين في مدينة سبرينغفيل معين وممتاز. في مدينة سبرينغفيل في درايفين موفي، هذا زي السينما بس الشاشة في الهواء الطاق، ما بنجلس في الكراسي، بنجلس في السيارات ونسمع الأصوات في الراديو وبنشوف الشاشة من داخل السيارة. هذا خبرة ممتازة لما نيجي في السينما أو إلى السينما في سيارتنا، وفي سيارات كثيرة في المحل، وممكن نتفرج أي فيلم زي كل الأفلام في السينما. وناس بيجوا من كل الولايات، من كل ولاية يوتا لما من شان بدهم يشوفوا الدرايفين موفي في سبرينغفيل. وأنا رحت للجامعة في بروفو، أنا درست هناك العلاقات الدولية زي أنا قلت، ومن بروفو كمان نحن زرنا كثير المدن الأكبر. كان هناك في الجامعة في بروفو طلاب كثير من الشرق الأوسط، من شان المنطقة محافظة، الناس في هذه المنطقة محافظين، فكثير من العائلات هنا في الشرق الأوسط كان بدهم أن أولادهم يدرسوا في جامعة محافظة زي جامعتي. وكان هناك كمان مش في نفس الوقت، بس كان فوتبول بلاير معروف اسمه ستيف يان، وهو كان في فريق سان فرانسيسكو 49ers، وهو رحت لنفس الجامعة معي.
مدينة سبرينغفيل هي مدينة صغيرة بس هي في وسط الجبال والواديان والبحيرات وفي رياضة كتير في مدينة سبرينغفيل. الناس بيعملوا الهايكينج أو الكامبينج السويمينج يسبحوا في البحيرات وخصوصا الناس بيحبوا السكيينج في ولاية يوتا. نقول في الولايات المتحدة أن أحسن ثلج في العالم في يوتا. الناس بيجوا من كل الولايات المتحدة منشان بدهم بيعملوا السكيينج في يوتا. وأنا بعرف أن الممثل روبرت ريدفورد هو ممثل أمريكي معروف عنده سكي لاج في يوتا معروف كتير وكتير كتير من المشاهير والسياسيين بيجوا للريزورت تبع روبرت ريدفورد منشان بدهم يعملوا السكي في مكان خاص. أنا شفت مرة واحدة أنا كنت في مدينة سولت ليك سيتي وأنا كنت في مطعم وأنا شفت في نفس المطعم الممثلة ميريل ستريب هي معروفة كتير في أمريكا. هي كانت في أفلام زي The Devil Wears Prada أو Mamma Mia أو أفلام كتيرة وأنا شفتها هي كانت في المطعم وهذا كانت أنا فكرت كيف أنا في نفس المطعم مع ميريل ستريب. هي معروفة وهي مشهيرة كبيرة وأنا قابلتها زي هذا. أنا روحت كتير في الشتاء مع أبوي للسكي ريزورت وأنا مش شاطر كتير في السكي بس أبوي هو بيحب وهو شاطر كتير فهو ممكن ينزل الجبل بسرعة جدا فأنا دائما أنا مش بسرعة زي أبوي بس أنا بحب السكي على كل حال. هذا نشاط معروف كتير في ولاية يوتا. زوج خالتي عنده قارب ونحن رحنا للبحيرة معه كتير ونحن عملنا water skiing ونحن عملنا كتير الفيشينج هناك وهذا كان ممتاز. البحيرة في بحيرة كتيرة في ولاية يوتا كلها جميلة وفي فرص كتير للإسباح أو للسباحة أو أي شيء في ولاية يوتا. بعض الناس خارج من الولايات المتحدة بيفكروا أن الأمريكان بيأكلوا دائماً بمكدونالدز وهذا مش صحيح. نحن بنأكل كل شيء هناك وخصوصاً الأمريكان بيحبوا المأكلات الأجنبية. ففي مدينة سبرينغفيل هذا مدينة صغيرة بس عندنا مطعم تايلاندية عندنا مطعم مكسيكي عندنا مطعم فرنسي كمان في مطاعم كثيرة من خارج أمريكا. عادة لما أنا كنت صغير نحن أكلنا بالبيت. أمي كانت بالبيت هي ما شغلت خارج من البيت وهي عملت كل الميلز كل الأكل في البيت وإحنا أكلنا أشياء عادية لحم وبطاطس وفواكه عادي زي هذا. لما نحن رحنا لمطعم أولا نحن كنا 9 أشخاص في عائلتي 7 أطفال وولداي فإذا رحنا لمطعم هذا مجموعة كبيرة لازم نطلب مأكلات كثيرة من شأننا. بس أحيانا رحنا لمكدونالدز إذا كنا مستعجل وكنا بدنا نأكل بسرعة بس رحنا كمان للمطاعم الحلوة. كان مطعم خاص في مدينة سبرينغفيل اسمه هذا سبرينغفيل ترالي والترالي هذا القاطرة والمطعم فيه قاطرة قديمة بس يجددوا إلى مطعم وممكن نجلس في القاطرة ونطلب المأكلات الأمريكية. ولاية يوتا هي ولاية جميلة وولاية كبيرة وفي أشياء كتير ممكن نعملها في يوتا. مدينة سبرينغفيل هي مدينة صغيرة بس هي مدينة جميلة جدا وأنا بدعوكم تزوروا مدينة سبرينغفيل إذا في فرصة في المستقبل. شكرا كثير ومع السلامة.